في البداية الأولى في اللحظات الأولى. لا تعرف ولا يمكن أن تتوقع أو تتنبأ بما يمكن أن يحدث. حاول بالرأس ولكن تبعد الآن. بداية جدا مثيرة، والكل يعلم بأن آخر تتويج للميلان في عام 2004 مع كارلو أنشيلوتي، وهذه كرة ملعوبة الآن. كرة تبعد ركنية، ملعوبة الآن إلى جينارو جاتوزو، عالية وللأمام والكرة ملعوبة. محاولة لإزالة خطيرة من جانب اللاعب سيدورف تذهب إلى خارج أرضية الملعب. من جانب نيستا أو سيدورف اللي سدد، ولكن نيستا هو اللاعب الذي تقدم في الكرة الماضية بالفعل، حاول وهنا مناسب وهو غير مناسب ولنادي غير مناسب. الكرة خطيرة، فرصة جول لكن تنشال. ربما الظهور الأول لإيتو في المباراة. كرة ملعوبة لجوران بانديف، مقطوعة من فان بومل وتعود الآن وتصل بعد ذلك عند حارس البرازيلي السابق الإيطالي الحالي، والكرة ملعوبة من ضربة ركنية. إبعاد من جانب بانيستا في لقاء حقيقة ميلان وريال مدريد يعني العام، وفي هذا العام تمنى. وهذه الكرة الآن وكرة إلى باتو، ولكن طالت عليه طال المباراة، وهذا واضح حقيقة. لحظة كرة مقطوعة بالفعل الآن، مرتدة وسريعة. محاولة موجودة، عندنا انطلاقة الآن لويسلي شنايدر، مر في الأولى ولكنه في الثانية. الكرة من أمامه تبعد الكرة، والكبير نيستا، الكبير نيستا الذي بالفعل يبدو الآن قد تشافى وتعافى، والغضب الكبير من جانب جماهير نادي الإنتر على حقيقة. لكن الشرارة الأولى في المباراة، الشرارة الأولى بدأها باتو في اللحظات الأولى في الثواني الأولى، الشرارة الأولى في ديربي مليء حقيقة بالنار، مليء بالغضب، مليء بالتوتر، مليء بالأحاديث. وميلان حقيقة منذ أيام وأيام الحديث فقط في الصحافة في باتو، ويسجل هدف المباراة الأول ويعلن تقدم حقيقة نادي ميلان بهدف هو الثاني، في إشارة إلى توقفه بنهاية هذا العام. محاولة موجودة، كرة ملعوبة الآن. لاحظ أنه لا خطورة وكان كما ذكرت الفارق 13 نقطة كاملة عندما كان المدرب رافائيل بينيتيز الإسباني الذي رحل بعد الفوز ببطولة أندية العالم. هذه دي ميكلس والاستغناء عن فان بومل كذلك. من يترك هؤلاء؟ من يترك لوسيو الذي تألق كثيرا مع مورينيو هنا في الإنتر ولا زال؟ من يتخلى عن حقيقة اللاعب فان بومل الذي نشاهده وعنده أفضلية عددية ولديه ضربة حرة مباشرة موجودة الآن. كرة قوية خطيرة والتسديدة، وجوليو سيزر يتصدى في التألق واضح ولافت. الفرنسي علي سيسوكو اللاعب الذي كان ميلان مهتمًا بالتعاقد معه قبل عامين، هذه كرة خطيرة موجودة الآن لسامو إيتو، محاصر ومتابع وتياغو أو بوتينغ، بوتينغ يبعد الكرة الماضية. النجم الذي صال وجال مع ميلان في فترة ساكي كان يقول من جانب شنايدر ومن جانب أيضا سامو إيتو. كرة تبعد من جانب